أنا عازمك ترى في الرياض في المربعانية. أدى درجة الساقية أقل من الصفر أكيد. بحاول أشوف متى تكون درجات الحرارة متدنية طيب. ونعزمك عشان ما نلبي الدعوة إننا نعرف. نروح الموضوع الثاني. يلا عندك. أوكي. بعد الشباب يعني من الصقيع للشباب علي بعد الشباب العمل. وفرص العمل بالفعل يعني يجد فرص عمل مؤقتة تحديدا في فصل الشتاء هذه الأيام خصوصا أنه يكثر فيه خروج السعوديين للبر إما للمكشات والتخيم ومن بين المكشات والتخييم شكرا على التصحيح ومن بين تلك الأعمال السيارات المتنقلة لهذه المكشات التي يستأجرها الكشاتة لتجهيز رحلتهم. هذه من الأشياء اللي بتتعرفين عليها إذا زرتينا إن شاء الله في الرياض. خلاص راح يكون موسم طبعا غير موسم الرياض في موسم المكشات. زين يلا نتعلم. فيه ميزة كبيرة يا غوا يعني ما شاء الله تبارك الله في شباب سعوديين أولا عنده هواية بالسيارات عنده هواية بالأشياء المتعلقة بالمكشات البار طلعات التخييم فابتكروا من حبهم أو هوايتهم لهذه الأشياء ابتكروا أشياء تدر عليهم دخل. احنا عندنا مثال مع أبو سليمان هو أحد المستثمرين في هذا المجال وعشان ما نطول عليكم القصة لديه قصة استثمار يعني مثال يحتذى فيها تقرير تفاصيلها طبعا مع زميلنا منصور المسلم خلونا نتابع. يا محل سد القدام تالي عصير بي تجهيز واختيار مكان المكشات هي استثمار هذا الشاب أبو سليمان مستثمر في طلعات البر وتجهيزها لزبائنه بسيارته المجهزة بكامل مستلزمات عزبة البر. والله هذه الفكرة من زمان هي عندي أفكر فيها وماني أنا صراحة من هواة البر وأعشق صراحة الطلعات والكشتات فكانت الفكرة صراحة على واحد من الزملاء وصراحة أيدني بقوة وقال ابتدي فيها وجلسنا مع بعض وتشاورنا في الموضوع وما قصر والله لكن الحمد لله والشكر بدينا وزي ما أنتم شايفين تم الجلسة هذه كونتها من حديد وجلسات أرضية. إعداد الطعام وتجهيز الجلسة وشبة النار أحد أهم الخدمات التي يقدمها أبو سليمان لزبائنه وهذه المرة وجبة الغداء خروف كامل بفرن المندي. الحمد لله الفكرة هذه من زمان عندي يعني لأني أنا من محبين البر والكشتات وعرضتها على أحد الزملاء وما قصر والله شجعني عليها وقال بادر فيها. السيارة تتكون من جلسة حديد وتكيات ظهر ومساند وتتكون من عزبة قهوة وشاهي وتتكون من أواني طبخ وأضفنا الحين عليها فرن مندي والله الحمد كل ما طلع وطلعة يعني من أحد الزملاء تجيني إضافة للشغلات على الإنارة على إضافة للسيارة. موسم الشتاء والمكشات فرصة استثمارية للطموحين من الشباب للعمل في مهنة تجمع ما بين الترفيه عن النفس وكسب المال. MBC صور مسام تبوك.